أكثر من 300 معمل أهلي أنشئ حديثا داخل أحياء بغداد، أمر ينذر بكارثة حقيقية مع غياب الرقابة الصحية والبيئية. ورش صناعية ومعامل صغيرة، وباء سرطاني يقول عنها السكان، خصوصا وأنهم يلحظون ذلك من خلال تلوث الأجواء. كثرة المصانع الأهلية مع قلة داخل المدن، أي ومع عدم وجود الرقابة، يعني أكيد لها تأثير سلبي على الجو في بغداد. أكيد تفعيل الرقابة زين، وأنه هذه تغلق هذه المعامل اللي هي داخل بغداد، يعني مثل باقي المدن تكون على الأطراف حتى لا تأثر على الجو والبيئة. فيما يطرح البعض مشكلات أخرى تتعلق بوجود عشرات مكبات النفايات داخل الأزقة والمحال السكنية، ويؤشر آخرون تلاشي كبير للحدائق العامة وتقليص للمساحات الخضراء المساعدة للبيئة، وعوامل أخرى تجعل من يستنشق هواء بغداد يشعر بالتلوث. بالسيارة بالكية واشتم ريحة أنا وبالكية، خلال ما هي تمشي أنت تشتم الريحة أباوع، يعني هنا هاي بالبياع مثل أنا طريقي جراج البياع، أكو واحد يخلي مكان مال الأوساخ بالسيارات بنص الجراج، كلش قريب على الجراج حضرتك كذا منها كفايت، وبعد غير مكانات أنا والله همي أنا يعني غير على قد الطريق، يعني في شيء أبد مو صحيح. امتداد العمران السكاني على المساحات الزراعية هاي واحدة من الأسباب، يعني إضافة إلى أنه يعني التوجه تعرف هاي نتيجة ظروف البلد، يعني صار ابتعاد عن الزراعة، يعني قبل مساحات زراعية كثيرة مثل الناس تزرع، يعني هسه حدائق عامة مثلا كان الناس حتى الحدائق الخاصة أو البساتين الخاصة مزارع الخاصة واسعة، يعني هسه قلت هاي. وتزداد مخاوف المواطنين في أطراف العاصمة من تردي الواقع البيئي والصحي، خصوصا وأن منطقة الوردية والمدائن وهو الرجب سجلت إلى حد الآن عشرات حالات الإصابة بأمراض سرطانية نتيجة الإشعاعات ومخلفات المعامل والتمر الصحي. للشرقية نيوز خطاب عادل، بغداد.